بسم الله، بيان صحفي بشأن استمرار معاناة جرحى تعز في ظل خذلان الجهات المسؤولة عقب تشكيل اللجنة الطبية العسكرية وفقا لقرار وزير الدفاع بتاريخ 19/12/2019 ميلادي. باشرت اللجنة مهامها من واقع قاعدة بيانات الجرحى بمختلف الحالات بشكل عام، وتم حصر الجرحى سواء من يحتاجون السفر إلى الخارج ومن هم يحتاجون علاج في الداخل، وتم وضع الاحتياجات اللازمة وفق خطة واضحة وشفافة بما يسهم في حل الإشكالات والتخفيف من معاناة الجرحى وتلافي ما حصل من إشكالات سابقة في اللجان السابقة، بما في ذلك استكمال إجراءات علاج الجرحى المبتعثون في الخارج ممن تم تسييرهم خلال عمل اللجنة السابقة، ناهيك عن الحالات الطارئة التي تحتاج إلى إنقاذ سريع وتدخلات طبية عاجلة سواء في الداخل أو الخارج. ومن واقع احتياجات اللجنة الملحة، عملت اللجنة على المتابعة الحثيثة وفق خطتها في ذلك عبر الجهات المختصة ذات العلاقة وفي مقدمتها وزارة المالية، حتى تم مخاطبتها بصرف المبلغ 750 مليون التي تم توجيه بصرفه من قبل نائب رئيس الوزراء، نائب رئيس الجمهورية ودولة رئيس الوزراء بسرعة عاجلة قبل سنة لإنقاذ الجرحى، لكنه لم يصرف. وكذلك مبلغ 250 مليون الذي وجه بصرفه معالي دولة رئيس الوزراء معين عبد الملك في تاريخ 19 إبريل الفائت، غير أن جميع تلك المبالغ لم تصرف، ورغم تأكيد الجهات المسؤولة وقوفها إلى جانب جرحى تعز إلا أنها ظلت تأكيدات وتصريحات جوفاء لم يحصل منها شيء ولم تترجم إلى واقع عملي بما يسهم في حل حالة المشكلة أو التخفيف منها. ومع ذلك لم تقف اللجنة مكتوفة الأيدي، بل طرقت كل الأبواب، وفي مقدمة ذلك السلطة المحلية ممثلة بالأخ محافظ المحافظة الأستاذ نبيل شمسان، غير أن ذلك لم يجدي شيئا، وتعاملت السلطة مع مشكلة الجرحى كمشكلة خاصة وليست عامة، رغم أن حل الإشكالية من صميم مسؤوليات السلطة، بل واجب عليها تتبنى قضية الجرحى الذين خلفتهم الحرب، كون ذلك حق من حقوقهم كفلتها القوانين الوطنية والدولية والإنسانية وكل قوانين الحرب والقوانين المتعلقة بالحرب. والسلطة تعلم ذلك جيدا، الأمر الذي جعل من اللجنة طرح الموضوع على قيادة المحور، فجرى عمل حلول منها خصم مبلغ 1000 ريال على كل فرد من أفراد الجيش الوطني بهذه المبالغ، بالإضافة إلى المبالغ التي كانت في رصيد اللجنة من اللجنة السابقة. تم إنجاز التالي: تم إنجاز أكثر من 120 عملية جراحية، منها 72 عملية جراحية للمبتعثين في مصر، بالإضافة إلى إجراءات طبية مختلفة، ومنها توفير أطراف صناعية لعد 10 من الجرحى المبتورين، وإعادة أكثر من 60 جريح من الخارج بعد استكمال معالجتهم، واستئجار برج سجني للجرحى الموجودين في القاهرة. كما أنجزت اللجنة 30 عملية جراحية للجرحى المبتعثين في الهند، وشراء 3 أطراف صناعية، وعلاج طبيعي مكثف لعدد 9 جرحى، بالإضافة إلى سداد ديون عمليات سابقة بمبلغ 80,000 دولار. بالنسبة لجرحى الداخل، استمر جرحى المعاقين والمقعدين بتلقي علاجهم الطبيعي على نفقة اللجنة، بالإضافة إلى إجراء نحو أكثر من 20 عملية جراحية في عدد مستشفيات تعز، وتوفير المستلزمات الطبية للمشلولين خلال الأشهر الخمسة الماضية، وكذلك تسديد ديون سابقة، وكذلك إنجاز أنجز بفضل استقطاعات المقدمة منهم من محور تعز بالتزامن مع صرف كل راتب للجيش، بالإضافة إلى استقطاع شهر واحد من موظفي القطاع المدني في المحافظة. ونحن نتقدم لكل أفراد الجيش الوطني وإلى الجرحى وإلى القطاع الخاص الذين تم خصم من رواتبهم استقطاع شهري بجزيل الشكر والعطاء، وهم يمثلون صورة واضحة عن تعز، أن تعز تطبق جراحها بنفسها. لكن مع ذلك إلا أن معاناة الجرحى كل يوم في تضاعف، وهي حقيقة جعلت اللجنة في وضع محرج أمام أبنائها الجرحى، وأصبحنا شماعة أمام السلطات المعنية التي تغطى عجزها عن تبني قضية الجرحى، برمي المسؤولية ذلك على اللجنة من جهة، والتهجم على اللجنة من قبل الجرحى وأسرهم من جهة ومن جهة أخرى. وهذا أمر فرض أنه لا خيار أمام اللجنة، لا مجال سوى الاعتذار عن مواصلة مهامها لعجزها عن تقديم أدنى خدمة مما يلبي حاجات الجرحى. يؤسفنا أن نجد أنفسنا عاجزين عن رد الجميل لأبطالنا الذين ضحوا بدمائهم وأجزاء من أجسامهم في سبيل الدفاع عن الوطن ومواجهات جائحة الحوث الإنقلابية. وبالطبع فإن سبب عجزنا هو خذلان الجهات المسؤولة العليا التي تركت جرحى تعز يتضورون ألما على قارعة الوجع. لقد تسع الخرق وتضاعفت المأساة حتى أصبحت الحلول الترقيعية غير مجدية معها، وبلغت معاناة الجرحى تعز حدا لم يعد بعده مجال لانتظار الوعود المجهولة والتطمينات الجوفاء. يا جرحى تعز الأبطال، لقد كان هدف اللجنة الطبية العسكرية إنهاء معاناتكم وليس مجرد تخفيف منها،
لكن للأسف كانت المعوقات كبيرة والخذلان صادم ولا مبالاة الجهات المسؤولية سيد الموقف. ونظرا لهذا الوضع المأساوي عديم الملامح وافتقار اللجنة الميزانية ومبالغ تمكنها من معالجة إشكالية القرحة، فإن اللجنة الطبية العسكرية قررت تعليق أعمالها والمدة لا تتجاوز شهر، وما لم يتم إيجاد حلول جذرية خلال شهر فإن الاستقالة هي الخيار الأخير. واللجنة الطبية تطالب الجهات العليا بدءا بمحافظ المحافظة وقيادة المحور وصولا إلى وزارة الدفاع ورئاسة الحكومة وحتى رئيس الجمهورية نطالبها بالآتي: أولا الإسراع في وضع حل جذري لمعاناة جرحى تعز. ثانيا تخصيص ميزانية ثابتة للجنة تمكنها من أداء مهامها وحل قضية الجرحى. ثالثا الإفراج عن المبالغ الخاصة بإنقاذ جرحى تعز والمقدرة ب 750 مليون ريال والتي لا تزال لدى وزارة المالية. رابعا مساواة جرحى تعز مع غيرهم من جرحى المناطق المحررة باعتماد ميزانية ثابتة ضمن ميزانية المحافظة. وخامسا إنقاذ الوضع الأخير الحالي لجرحى تعز في الخارج في دولتي مصر والهند، والذين بمبلغ إسعافي يمكنهم استكمال العلاج وإيقاف تفاقم وضعهم الصحي والمعيشي في ظل الحجر الصحي الذين يعيشون هناك. ونحطكم علما بأن بعض الجرحى المتعافين الذين تم حجز الطيران لهم وتم إيقاف الطيران الآن تعادت جراحهم وتفاقمت مرة أخرى. وختاما فإن اللجنة الطبية العسكرية تحمل الجهات المسؤولة العليا المسؤولية الكاملة عن استمرار معاناة جرحى تعز، وأن استمرار معاناتهم هو نتاج إهمال تلك الجهات وخذلانها ونكرانها لجرحاها الذين لولاهم ما تحرر وطن ولا كانت دولة. الخلود الشهداء الشفاء الجرحى النص للمشروع الوطني صادر عن اللجنة الطبية العسكرية للجرحى محور تعز الخميس 21 مايو 2020 ميلادية. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ذي بيت نقول لإخواننا الجرحى في الخارج والداخل خواتم مرضية وأيضا عيدكم مبارك مقدما. سمعتم إلى البيان، وأنا أقول هنا بصفة شخصية أعلن استقالتي من اللجنة الطبية حتى تتوفر هذه المطالب على رأسها ميزانية ثابتة. الحلول الترقيعية لا تجدي، واستجداء الناس أو أن نجعل من أنفسنا شحاتين لرجال قدموا أرواحهم ودماءهم في سبيل هذا الوطن، بل سقوا بدمائهم غرس هذه الثورة، ثورة 11 فبراير، واليوم أيضا يسطرون الملامح بدمائهم في كل الجبهات. أن نستجدي السلطات المحلية والمحور ووزارة الدفاع ورئاسة الجمهورية وكل المؤسسات بأن يكون لهؤلاء ميزانية ثابتة. هذه جريمة بحق الجرحى، بل أن هناك مؤامرة على مستوى عالي لكي تتعفن جراحات هؤلاء ولا تتقدم هذه المدينة، بل ربما أكبر عائق لتحرير مدينة تعز هو أن الجرحى لا يتعالجون، الجرحى يئنون، بل هناك من هو في الداخل وفي الخارج من يتلذذ بأنات الجرحى ويستمتع بعذاباتهم وأناتهم. هناك مؤامرة كبيرة على تعز وعلى تحرير تعز، والأساس والبند الرئيسي هو أن تتعفن جراحات الجرحى سواء في الداخل والخارج. اليوم جرحى الخارج يئنون ولا يمتلكون حتى مصروف العيد وبحث وطنا وحن ناشد. وأنا أيضا أقول أن الحلول الترقيعية لا تجدي، يجب أن تكون هناك ميزانية ثابتة للجرحى من وزارة الدفاع من رئاسة الجمهورية. نحن نناشد الرئيس عبد الرب منصور هادي بأن يتدخل، ونناشد أيضا نائب رئيس الجمهورية، كما أننا أيضا نعول كثيرا على رئيس الوزراء الأخ معين الوحش، هذا الوزير الذي هو من أبناء تعز، من أبناء تعز البار. هذا الرجل هو من أبناء ثورة 11 فبراير. نحن نعول عليه كثيرا ونقول له: يا سيادة الوزير، ماذا قدمت لتعز؟ ماذا قدمت لتعز حتى الآن؟ ماذا قدمت لجرحى تعز حتى الآن؟ التاريخ لن يرحم، سيسجل التاريخ مواقفك في حق تعز تحديدا، وعليك أن ترى بقية المحافظات، وعليك أن تستطلع كيف يعالج جرحى الساحل، بل صرف لجرحى الشلل سيارات،
في قرحة ساحل، أيضا في مناطق أخرى في المحافظة المحررة. القرحة لا يؤمن بل أن هناك استقطاعات من إيرادة محافظة مأرب 60% للقرحة ولا يؤمنون، بينما أبناء تعز يؤمنون. نحن نعول كثير على ابن تعز ابن الثورة معين الوحش رئيس الوزراء، نرجو أن يكون القرحة في حساباته. أيضا يا أخواني أقول لكم أن هناك في الداخل من يعرقل القرحة، سعينا إلى أن نبحث عن مكان لمركز الشلل، وكان كثير ممن تعاونوا معنا من الأخ عبد الرحيم السامعي كان أيامها مدير مكتب الصحة، وقع على مركز الشلل ثم تعرقل، ومعروف من هم المعرقلين. ثم عدنا إلى بحث عن أرضية كان هناك داعم ليعمل مركز الشلل، وتواصلت مع القرحة وقلتوا مركز الشلل جاهز والداعم جاهز، بينما إلى الآن الأرضية لم ترى النور والمجلس المحلي يماطل. والتقيت بالأخ الوكيل الفني الأخ مهيب وقال أن الأرضية جاهزة، وبالأخير نتفاجأ أن الأرضية عليها إشكال. هناك كثير من التحديات، هذه التحديات يجب أن يعرفها الجميع. هناك إنجاز لنا في اللجنة لمدة 5 أشهر رغم المعيقات، لكن كل هذه الحلول هي حلول ترقيعية. حاولنا أن نستجد النقابات وموظفين تعز ورفض الشواذ منهم، ومشكورين من تعامل معنا على رأسهم رئيس نقابة المعلمين متين، والأخ المهندس الحكيمي أيضا كان له دور في أن يستقطع من رواتب الموظفين، وقلنا لهم لا يمكن أن نستقطع من راتب الجيش، من ذلك المرابط في الجبهات أن نأخذ منه 1000، ومن راتب الموظف الذي هو في البيت ومستريح ومع كورونا لا يعملون. و يعني هناك من يقول لك هذا استقطاع غير قانوني وهذا استقطاع يعني مخالف للقانون. نحن في حالة حرب وما زال قرحانا اليوم يسطروا الملامح، وهناك قرحة اليوم في الغربي، هؤلاء الشباب استطاعوا أن يردوا عدوان العدو ثم يدحروا العدو ويتقدمون إلى مدارسه، وهناك قرحة في المعركة الأخيرة اليوم يحتاجون إلى سفر الخارج ولا نملك لهم شيء. أعتذر لإخواني القرحة عن استقالتي، ألا نستطيع أن نخدمكم من خلال هذه اللجنة التي لا تمتلك شيء، وأريد لنا أن نكون نحن في المواجهة كجرحى. نحن نعلم ما تعني أن لا تفقد، أن تفقد أعصابا، أن تفقد سيريان. نحن جرحى أيضا نعرف معنى الألم ومعنى الجريح المبتور، كيف تحصل له توترات وحالة نفسية وكيف يشعر بالألم. نحن من نعلم بأناتكم وجراحاتكم، سأخدمكم بإذن الله من خارج هذه اللجنة. أنا أقول ختاماً على السلطة المحلية وعلى المحور أن يكون هناك ميزانة ثابتة، إن لم تستجب وزارة الدفاع أن تكون هناك ميزانة ثابتة من أبناء تعز، على تعز أن تطبب جراحاتها، وعلينا أبناء تعز أن نتكاتف جميعاً لكي نحرر هذه المدينة. يبدأ تحرير المدينة يا إخواني من علاج ذلك الجريح. أنا كقائد جبهة أقدم الناس إلى الصفوف الأولى وإلى الاقتحام. اليوم صعب أن يسمعني الكثير من الأبطال الشجعان أن أقدمهم ثم يعودوا فلا مستجيب ولا معيد ولا مطبب لجراحاتهم. اليوم عبد الرحمن الشرميري في مصر تتعفن جراحاته، سلمان الميرابي اليوم بلا عيون، هناك 30 جريح اليوم في الداخل عيونهم قد فقدوا العين الأولى والعين الثانية مهددة بالفقدان يعني لمدة 2 شهر. نبرأ إلى الله، نقول يا رئيس الجمهورية، يا نائب رئيس الجمهورية، يا رئيس الوزراء، يا سلطة محلية، يا أخ نبي شمسان، يا قائد المحور، نبرأ من الله. إن تعطلت العين الأخرى لهؤلاء الجرحى أنتم المسؤولون أمام الله. اللهم إنا بلغت، اللهم فاشهد، وشكرا جزيلا.